السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. الدفاع تحدد مواعيد المقابلة النهائية لطلبة الدورة العسكرية 114. حددت وزارة الدفاع جامعة الدفاع للدراسات العسكرية الكلية العسكرية مواعيد المقابلة النهائية لطلبة الدورة العسكرية 114، وقال في بيان: ندعو الطلاب المتقدمين للدورة 114 الذين اجتازوا كافة الاختبارات البدنية والتنافسية والفحص الطبي النهائي بنجاح إلى مراجعة مقر الكلية العسكرية الكائن في بغداد الرستمية لغرض إجراء المقابلة النهائية حسب المواعيد الواردة في الجدول المرفق للفترة من 9 تموز الجاري ولغاية 22 تموز 2024، أضاف مع ملاحظة تأجيل مواد المقابلة إذا كان يوم عطلة رسمية إلى اليوم الذي يليه، وسيتم اعتماد رقم أضبارة التقديم للكلية العسكرية عند المراجعة لغرض المقابلة.